بكم في الملتقى الثقافي هذا الأسبوع. نسلط الضوء على السينما العربية المستقلة مرورا بعالم الكوميديا وتقاطعه مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتزامنا مع اليوم العالمي للغة الضاد نستضيف الكاتبة والشاعرة رجاء غانم دنف. في دولة افتراضية ما يدور الصراع الفلسفي حول الفطرة، هل الإنسان بغريزته شرير أم خير؟ وأرحب هنا معي في الاستوديو المخرج ميسم كنعان والممثل تسونامي محمد سلامة. في فيلم قانون طوارئ يطرح القضية ويجسد في شخصياته تمرد الطبقة الفقيرة ضد الطبقة الغنية، فلنشاهد. مرق 23 يوم يعني 525 ساعة. خطتهم إنهم يأخذوا كل توقيع رجال الأعمال اللي إلها أسهم في الدولة ويخلوهم يتنازلوا عن أملاكهم لسوريا، ممكن في العنف أو في أي طريقة ممكن. هاي القنبلة راح يستخدموها عشان يعطلوا أرشيف الدولة. ما هذا اللي بسيطه. لا من بده إنه عمل حرب على العصابات الخارجية عن القانون. كريم وصل لنقطة مهمة في التحقيق. أكيد هذا سبب خطأ. بس السيارة كانت ملحقتني أنا، مش كريم. إذا العدالة بتتحقق بخسارة مستقبلك. عمليا هي مش عدالة كريم. أكيد دور تقاديري. عشان يكسجنوا أنا لما طلبت كل هاي المهمة مش صدفة. هاي المهمة ما بنفع فيها تحقيقات رسمية. بكرة راح يخدمك بقى كم شغل. زي ودور تعات للناس. يعني هذا مش من البشر، من الوحوش. هاد حكي فاضي. شو بدك من بني آدم طلع من تحت التربة وعاش كل حياته بالغابة وراح يرجع على الغابة؟ عينيك مش عينان شخص مرضى. الشبح بوتني من جوا. انت كذبت علي وقلتني. يلا عادة صار لازم نتحرك، عرفنا محل الشبح والقنبلة. يوسف مش رح يعمل لي محاضرة قبل ما تحرقوني. توقعت الخيانة من كل الناس إلا منك. بس الضربة بتجيك من الناس اللي كنت تفكرهم سلف. كيف عرفتوا غريون؟ ومين أعطاكم المعلومة؟ أحد الوزير لمن أقلك سارة؟ بس القدر اختار إني أرجع حتى أدمر من ظالمي. أبدأ معك ميسم، يعني نقاش فلسفي عميق في مشاهد أكشن ودراما، وقد بلغت تكلفة الفيلم ما يعادل 133,000 دولار. يعني في ظل قانون الثقافة، الولاء في الثقافة الذي تقدمت به ميري ريجيف، يعني عدم وجود تمويل إسرائيلي لهذا الفيلم، كيف كان الموضوع ليختلف في حال وجود تمويل إسرائيلي للفيلم وانصياعه لقانون الولاء في الثقافة؟ احنا طبعا في طبيعتنا كصناع افلام نتمنى انه نلاقي ميزانية مريحة عشان نصنع الفيلم في اعلى جودة ممكنة، لكن وجودنا في هاي الدولة في حد ذاته بخلي هذا الحلم ما يتحققش، لانك انت لازم تتنازل عن مبادئ وتتنازل عن حريتك في التعبير حتى، وهذا الاشي كثير بتعارض مع فكرة واساس الفيلم. فقررنا نعمل انتاج ذاتي للفيلم ومبسوطين بالنتيجة اللي اخذناها. ما هي صعوبة وجود انتاج عربي مستقل في دولة اسرائيل؟ في دولتنا احنا منواجه كثير صعوبات في اول شغله في المحلات اللي احنا راح نصور فيها. فمرحلة معينة انت بحاجه لهذا الانتاج الضخم اللي يكون في ظهرك عشان انت تقدر تختار اماكن التصوير، تقدر تختار المواضيع المريحه اللي انت تصور فيها. فانه اخترنا نكون انتاج عربي مستقل لحالنا من انتاجنا الذاتي، هذا اعطانا حرية، لكن ممكن خلينا نقول بنقص شوي من جودة العمل اللي احنا بدنا اياه. اتوجه الان الى تسونامي. تسونامي علي ان اسال، من لقبك بتسونامي وليش؟ اللي لقبني بتسونامي هو الشخص اللي قاعد خدي. ليش بحب هو يحكيها، انا بحبش احكيها بما انه هو صاحب الفكره. اوكي انا اللي
واحنا صغار كثير كنا نتدرب مع بعض انا وياه، واحنا خلال التدريبات كنا نتدرب بوكسينج يعني. فخلال التدريبات لقبني بهذا اللقب، كنا صغار ومسك معي يعني من المصغر يعني، انا وياه صداقتنا 21 سنه يعني. طبعا ميسم خصص لك دور مميز في الفيلم، يعني هو دور وشخصيه الشبح، شخصيه غريبه لها عالمها الخاص، الوانها الخاصه السوداء وبيئتها مع الضوء الخافت. يعني هل بتحس هنالك نقاط تقاطع بين تسونامي والشبح؟ هو الصراحه هيك من بدايه كتابه الشبح، شخصيه الشبح، كنت انا وميسم بايطاليا، كنا ساكنين غاد، كنا نتعلم. ف من البدايات انا مشترك معه في الكتابه تبعت الشخصيه، ما كان محدد انه انا اللي راح اكون، وهو كان شايفها فيه بس ما قال لي، يعني ما قال لي انه هاي الشخصيه لك انت. بعد فتره قال لي انه هاي الشخصيه بنيتها عشانك واشاركتك معي بكتابتها عشان تعيش. فانا تفاجأت وقال لي ايش انفذ عشان الشخصيه. اول شيء اعطاني ادرسها، ثاني شيء قال لي من ناحيه شكل كيف لازم تكون، فقال لي طول شعرك طول دقنك، وهلوم دائما لما بدي اجرب شيء لما بدي اجرب شيء بجربه علي. ف بس كانت يعني من ناحيه شخصيه، احنا عندنا بالفيلم كثير شخصيات مركبه، وهي بالنسبه لي هي قوه الاخراج قبل التمثيل بالفيلم، انه توصل لوضع انه انت تبني شخصيات مركبه بشيء محلي. نعم. فالشيء كثير كثير. نعم. كثير حلو. ميسم، يعني حدثنا عن الشخصيات الاخرى للفيلم والحوار والحبكه التي تدور بينهم. شوف، كتابه العمل كانت مسليه جدا، لانه زي ما حكى احنا عندنا كثير شخصيات مركبه بالفيلم، واحنا لانه نوصل فكره فلسفيه فكان فيها نوع حريه في الكتابه انك تعمل الاكستريم تبع كل شخصيه، يعني اكستريم في الشر او اكستريم في غرابه الاطوار وما الى ذلك. كان مسلي الشيء لانه دراسه الشخصيات مع الممثلين كان برضه ممتع، فتعطي الممثل بتقول له في هاي الشخصيه اللي انت راح تنفذها، يرجع بعد اسبوع يتمرن مع نفسه، ما بتحس في افكار جديده. هل الفيلم يطرح اجابات ولا هو فقط يستعرض المساله الفلسفيه؟ انا بالنسبه لي هو هذا الجواب اللي بيطرحه الفيلم. الفيلم بيطرح جواب بسيط جدا، وهو السؤال نفسه، انه الشر هو مش شيء مطلق والخير مش شيء مطلق. مفهومنا كبشر لهي الامور هو المحدود. يعني احنا بالنسبه لنا جريمه القتل ممكن تكون غلط كبشر، الفيلم بيطرح لك انه ممكن جريمه القتل تكون هي خير، بس محدود في تفكيرنا كبشر ممكن يطلعها انه هي في الصوره السيئه. فالفيلم والشخصيات بتعرض الكل عمليه وعكسها. وانت في دور المخرج، ما هو اكثر دور او اكثر شخصيه تواصلت معها وحسيت انها تمثل ميسم كنعان؟ شخصيه الشبح اللي هي بيمثلها تسونامي، هاي الشخصية اللي حسيت بنينا عالم خاص إلها، بنينا لوكيشن خاص إلها، حتى في مجهودنا الشخصي اليدوي يعني، من مستودع اللي كان اللي انجبرنا نعمل تنظيف فيه ودهان، وبنينا من خشب وشمع وكل هاي الأمور واللبس والأزياء، فكان فيه كثير تفاصيل، وأنا بشوف حالي في هذا المحل برتاح أكثر، إنه أبني إشي من الصفر، إشي إلي خاص فيه. نعم، تسونامي، يعني مشاركتك في هذا الفيلم، كيف تصف هاي التجربة في ظل خاصة تحديات كثيرة سواء السياسية وسواء قضايا التمويل؟ بهذا الفيلم الإشي المميز واللي خلاني أشوف حالي فيه وأعطي كل قوتي فيه، هو زي ما ذكرت سابقا أنه أنا اشتركت بكل تفصيلي للدور تبعي، حتى في البناء زي ما قال أنا كنت مشترك في بناء اللوكيشن للشخصية، فأنا عشتها قبل ما يعني أنسخها وأخليها شخصية تمثل بالفيلم تطلع قدام الأضواء. فالإشي صراحة قدام التحديات اللي احنا بنواجهها هنا بشكل دائم، انا بقول انه اني مثلت هيك شخصيه
أنا كثير 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 منبهر من نفسي. أنا لما شاهدتها يعني حسيت حالي عم بحضر حالي أول مرة، لأنه خلف الكاميرا مش زي لما أشاهد المشهد اللي أنا أديته. المخرج قال لي دايماً إنه قال لي أنا مبسوط كثير مبسوط كثير، بس أنا ما كنتش أفهم إيش يعني مبسوط كثير، يعني بلكي بسيرني بلكي، بس لما شفت الناس انبهرت من الإشي كثير كثير كثير، يعني تعبنا ما رحش على الفاضي. يعني صداقة قديمة وضعت في قالب عمل فني وإبداع. يعطيكم ألف عافية لكم ولجميع الطاقم في هذا الفيلم. من المنابر السياسية العالمية إلى خشبات المسارح، نعرض لكم قصة الشابة اليهودية نوعم شوستر التي نقلت نشاطها السياسي من منصات الأمم المتحدة إلى عروض ستاند أب كوميدي. حصلت مؤخرا على جائزة أفضل كوميدية يهودية في بريطانيا. السلام السلام السلام. قبل أن آتي إلى هنا قالوا لي أن كلمة السلام هي أقل كلمة شعبية في بلادي الآن. كان من المشجع جدا سماع ذلك الحق قبل رحلتي إلى هنا، لكنني فكرت كثيرا في ذلك، كيف أتغلب على أنه لا يمكنني حتى استخدام كلمة السلام؟ عندما أستخدم كلمة السلام فإنها تغلق أذاني. ومعي هنا في الاستوديو الناشطة السياسية نوعم شوستر، يعني الستاند اب كوميدي. نوعم، كيف وصلت إلى خشبة المسرح كستاند اب كوميدي؟ واو. بصراحة من قبل دائما كنت بحب المسرح والستيج والكوميدي، وكنت بنيويورك لما كان عمري 19 أو 18 وتعلمت تمثيل بنيويورك وكمان بالمدرسة. بس بعد ما شفت إنه هذا عالم كتير صعب وقررت إنه بدي أعمل تغيير عشان الطريقة اللي كبرت وتعلمت عربي من جيل صغير وحسيت إنه لازم أعمل إشي جدي بحياتي وأدرس بالجامعة. تعرفي إحنا كنساء دايما بيقولوا لنا من جيل صغير لازم تكوني إشي، لازم تتعلمي، لازم تفهمي وتكرري من جيل صغير إيش راح تكوني بحياتك. وأنا ما عمري ما عرفت إيش بدي أكون بحياتي، بس بعد ما تعلمت ودرست بالجامعة وكنت بشغل كتير بالأمم المتحدة، كنت مديرة. طبعا عروضك هي تتطرق أيضا إلى مضامين سياسية وكمان مضامين اجتماعية. يعني أنت نوعم شخصيا كيف تتعاملين مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في العروض الكوميدية؟ أوكي. أول إشي لما كان عمري 7 سنين أهلي، أنا عند اليهود تعرفي في طرف، في يهود الغرب الأشكنازيم وفي يهود الشرق الشرقيين، وأنا خلطة. أمي انولد بإيران، هي يهودية شرقية وأبوي يهودي أوروبي، وهذا الخلطة بهويتي كانت كتير، أنا شكلي شرقي وطلعت زي أمي. ولما أهلي نقلوا على واحة السلام مع الجيران العرب، مع جيران العرب، واحة السلام قرية مشتركة بين العرب وانت تحكي لغة عربية يعني في صورة ممتازة. بتأمل إنه بفكروا مش مفكرين إنه أنا من الشباك أو إيش. لا 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 ما أعتقد، ناشطة سياسية سلمية. بس هذا كمان موضوع بالستاند اب كوميدي، عشان أنا لما بطلع وبحكي بالعربي مثلا قدام جمهور عربي لازم أسأل، يعني أول نقطة هي بتفكروني من الشباك من المخابرات، ولازم أفهم الناس إنه أنا بحكي عربي مش لهدف أمني أو مش من المخابرات. ولما أهلي نقلوا على واحة السلام وبدأت أدرس عربي من جيل صغير انتبهت حوالي إنه الكل مفكرني عربية عشان شكلي شرقي، وعم بستعمل هذا الموضوع كتير عشان للأسف بالواقع الموجود اليوم فيش يهود اللي بيعرفوا عربي مش لهدف للمخابرات. رح أطلب منك طلب خاص، ممكن تعملين نوعا ما ستاند اب كوميدي مع بعض الاقتباسات اللي الشهيرة فيكي؟ طرف ستاند اب كوميدي شوي غريب. لا
لازم يطلع بشكل هيك طبيعي ومش اكشن. انا بالنسبه لي الكوميدي والستاند اب كوميدي هذا جزء من حياتي. كل إشي اللي بيصير فيي. لكن شو المواضيع؟ المواضيع هذا اللي عم بقول انه كل يعني جزء من حياتي. مثلا العلاقه مع ستي اللي من ايران. ستي بتحكي بس فارسي، وستي لما بتحكي معي وبنحكي بتعرفي كيف عندنا. ستي لما بتشوفني بتقولش مرحبا، بتقول لي عندك صاحب؟ يلا لاقي لك حدا. ولما صار عمري 30 ستي طلعت علي وقالت لي نوع عم تعرفي شو، خلاص مش مجبور تجيبي واحد يهودي، بتقدري تتجوزي اي حدا بدك. فانا قلت بدي افسر لها لستي كيف اليوم، كيف من بتعرفي الديتينج ابس وال واخذت التندر، بتعرفي التندر الابلكيشن تندر تطبيق للتعارف. وعندي كتير أولاد عم، إحنا عائلة إيرانية يهودية، عائلة كبيرة. وشفت على الابليكيشن على التطبيق، شفت اثنين من أولاد من أولاد عمي. وستي لم يشمل العائلة. وستي عم تتطلع بتقول إذا كنا في إيران كنت بتتجوزي بن خالك. مع كل هاي التكنولوجيا يعني نعم. شو هي ردود الفعل اللي بتتلقيها من عروضك، ومين هو الجمهور تبعك؟ الجمهور عن جد الحمد لله كتير كتير خمغم ديفيرس، كيلو متنوع، كتير متنوع الجمهور، كتير متنوع. بالصيف عملت عرض بمهرجان كوميدي فلسطيني، وكنت برواندا كمان بمهرجان كوميدي برواندا. وفي كتير عروض كمان بالقدس وبيافا بتل أبيب، كنت في برلين، كنت في لندن، هلا رجعت من لندن. كان في مهرجان لكوميدي جويش كوميدي فيستيفال يهودي، وكان في زي the new Jewish comedian of the year، واخدت which is me I'm the new Jewish comedian of the year، اخدت محل اول. وكتير بحب أعمل ستاند اب بالإنجليزي، وكمان كتير بحب أكون قدام جمهور فلسطيني كمان. نعم. كشاني مفيقة لما بعمل عرض بالإنجليزي قدام جمهور من برا، بحس إنه هذا زخوت جدولة، فخر كبير يعني. فخر كبير احكي على الوضع الصعب اللي موجود هون بشكل بضحك قدام جمهور مش من هون وبيفهموش، وبيقدروا يفهموا إشي. نعم. من طريقه الستاند اب هذا إشي كثير. نعم شستر، الناشطه السياسيه والستاند اب كوميدي، شكرا على وجودك معنا اليوم. شكرا، شكرا كثير. وإلى قصائد الطفولة من بيروت ودمشق والقدس، خط زمني حافل عصف بالكاتبة والشاعرة الفلسطينية رجاء غانم دنف، التي كتبت شعرا عاطفيا وانضمت مؤخرا إلى ركب أدب الأطفال. يعني الكاتبة والشاعرة رجاء غانم دنف معي هنا في الاستوديو، مرحبا بك. حدثينا عن هذه النقلة النوعية من الشعر إلى أدب الأطفال. بداية بدي أشكرك شام، بدي أشكر الاستضافة بالبرنامج. هي مش بالضبط انتقال لأدب الأطفال، هي محاولة توظيف لموضوع الكتابة الإبداعية في المدارس. أنا اليوم بشتغل في مؤسسة أجيك. مؤسسة أجيك هي مؤسسة فاعلة في النقب، بتشتغل في قطاعات مختلفة مع المجتمع العربي في النقب، المجتمع العربي الفلسطيني. واحدة من المشاريع اللي هي قدرنا أنه نبلش نفكر فيها أو نطورها هو موضوع الكتابة الإبداعية بالمدارس بالنقب، معمول اليوم مع شراكة مع مفعلة بايس. الهدف منها كان أنه إعادة تشكيل العلاقة بين الـ الأطفال العرب مع لغتهم الأم اللي هي فيها إشكاليات كثير كبيرة. جميل. يعني رجاء أنت تكتبين من للأطفال، وفي نفس الوقت يعني كان عندك طفولة مميزة وخاصة، يعني أنت ولدتي في دمشق وكبرتي في بيروت. صحيح.
بس تصحيح لمعلومة صغيرة، أنا ما بكتب للأطفال، وإن كان اليوم أنا اليوم مشرفة على هذا المشروع، على مشروع له علاقة بالكتابة الإبداعية. أنا عادة بعمله كمان مع نساء أو مع فتيان فتيات جيل الشباب. أكيد التشكيل والتكوين الإنساني مش بس للشاعر أو للكاتب أو للمثقف، لكل إنسان إذا بده يكون في محطات كثيرة طبعا رح يأثر على قراءاته، رح يأثر على رؤيته للحياة. أنا فكر أنه جزء اليوم من شغلي مع الأطفال بالنقاب، مع البنات بالنقاب، هو جاي من يمكن في إشي عم بحركه، هو هاي الرحلات المتعددة، العلاقات المتعددة، الأماكن المتعددة. هل ممكن نضع الأدب في البلاد إلى فئات ومجموعات، يعني كل مجموعة بحسب المنطقة وظروفها الاجتماعية والسياسية الخاصة بكل منطقة، يعني مثلا النقب، الشمال وما إلى ذلك؟ أنا بحب أحكي شوي عن النقب، مع يعني رح أطرق للسؤال اللي سألتيه. بس النقب إجمالا هو يعني المنطقة المنسية من وطننا ومن مجتمعنا. إذا بدنا نحكي في الثقافة والأدب والفنون، طبعا حيفا اليوم يعني فيها كل النشاطات أشبه المركزية، أشبه بالعاصمة الثقافية. وهذا الموضوع فيه له حسنات وفيه له سيئات، لأنه بالنهاية في مدن أخرى وتاريخيا بالتاريخ الفلسطيني كانت عريقة زي يافا، صحيح، اليوم تعيش على هامش يعني النشاطات أو الفعاليات الثقافية. خلينا نقول في النقب، أنا من 5 سنوات انضميت لطاقم أجيك، بشتغل مع فتيات بدويات في هاي المنطقة. بلشنا المشروع هذا الجديد وكلنا أمل أنه يتوسع. إحنا مخدينه السنة فقط في 3 مدارس، واحدة في رهط، واحدة في أم قرينات، وواحدة في عرعر النقب. كلنا أمل أنه السنة جاي يكبر المشروع، لأنه عنا أمل أولاً أنه نبلش نوصل لمنطقة النقب ونقول لأهل النقب إحنا مش ناسينكم، أنتم موجودين على الخارطة، موجودين في كل الفعاليات سواء كانت ثقافية أو تربوية، أو مش مهم شو شكلها أو نوعها. والإشي الثاني هو مساعدة أهلنا الموجودين في النقب وطلابنا وبناتنا الحلوين اللي هينا عم نشوفهم بالصور، هدول مجموعتي بالمناسبة، إنه يطوروا علاقة مع اللغة العربية من باب الكتابة، ويطلعوا من هذا البرنامج مع أدوات تحفزهم أكثر إنه يعيدوا العلاقة، يبلشوا يعبروا عن حالهم بالكتابة. هم من هلا موجودين في مكان كثير أجمل وأحلى كمان في علاقتهم مع اللغة. سؤال أخير رجاء، يعني أنت شاركتي في مهرجان صوفيا الدولي للشعر، يعني يهمني جدا أن أسمع عن هذه المشاركة. هو مهرجان براغ الحقيقة للشعر، براغ اللي هي في تشيك اليوم، كانت تظاهرة رائعة جدا، كان الشعر في كل مكان، أنا كنت غيران الصراحة. احتفاء بالشعر بشكل كثير جميل وكثير حيوي وكثير قريب من الناس، يمكن لأنه الشعر لسه عنا، مع أنه الشعر هو ديوان العرب، بس إحنا اليوم شوي بعيدين عنه، مش موجود في مدارسنا، مش موجود في حياتنا اليومية. فكانت مشاركة جميلة جدا وحلوة. الكاتبة والشاعرة رجاء غانم دنف، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الجميلة. بشكرك، شكرا. وإلى سباق الكتب العبرية، إليكم الكتب الأكثر رواجاً في إسرائيل للأسبوع. الأفكار في القرن 21 ليوفال نواخ هراري، كتاب عن الحاضر، الثورات والشكوك والمخاطر والفرص في هذه اللحظة. الكتاب مشرط حاد لقضايا معقدة مألوفة لأي قارئ، الهجرة، تكنولوجيا، فرص العمل، الإرهاب، البيئة والسياسة. الأطفال بخير ليانا يابلونكا، هذه هي قصة الجيل المولود الأول في إسرائيل والذي قاتل في حرب يوم الغفران. أجيال الأسطورة، يقول الكاتب، من جيل المحرقة والحرب العالمية وجيل الاستقلال، تجسيد سلالة جديدة تماما من اليهود. وأصبحت لميشيل أوباما، ذكريات السيدة الأولى للولايات المتحدة الحميمة. كطفلة كانت هي وأخيها غريغ ينامان في غرفة واحدة من الشقة الصغيرة للعائلة، ويلعبان الصيد في الحديقة. الحياة أخذتها بعيدا إلى جامعة برينستون، حيث شهدت لأول مرة كيف لها أن تكون الإمرأة السوداء الوحيدة في الغرفة. كتاب خاص لآدم جرانت، قال جورج برنارد شو ذات مرة أن الناس العاديين يلائمون أنفسهم للعالم، وبينما يصر الأشخاص المتميزون على ملائمة هذا العالم لهم. وبسبب هذا يضيف الكاتب المسرحي البريطاني العظيم أن تقدم البشرية يعتمد على الأشخاص الذين لم يعتادوا على العالم، وكثير منا يريد أن يكون مثل هؤلاء الناس الخاصة. كتاب لماذا ننام لماثيو ووكر،
يقول الكاتب: أعتقد أن الوقت قد حان لاستعادة الحق في النوم ليلة كاملة ودون خجل ودون وصمة عار من الكسل، وإذا فعلنا ذلك فسوف نلتئم مع أقوى جرعة من الصحة والحيوية، جرعة تنتشر في كل مسار بيولوجي ممكن. هذا الكتاب إذن من وحي الاستيقاظ الكامل خلال النهار المشبع بأعمق هاوية وجود. وبهذا نصل إلى ختام الملتقى الثقافي لهذا الأسبوع. للمزيد من برامج آي 24 نيوز زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، زوروا أيضا i24news.tv بالعربية. أشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل في مواضيع جديدة وحلقة جديدة.